السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلنت نيجيريا والبنين انسحابهما من سباق ترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 بعد إدراكهما بأن المسألة قد حسمت لصالح المغرب بعد جولسة كبيرة قادها فوزي لقجع. وكشفت مصادر إعلامية أكدت متطابقة أن دولتي نيجيريا والبنين قررتا سحب ملفهما المشترك لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 من أجل تركيز جهودهما على المنافسة لاحتضان نسخة 2027. وأفادت الصحف النيجيرية اليوم الثلاثاء بأن الملف المشترك لنيجيريا والبنين تراجع عن منافسة المغرب وزامبيا لتنظيم كان 2025، وأنه سيدخل غمار المنافسة على استضافة الحدث القاري لعام 2027 إلى جانب السنغال والملف الثلاثي لأوغندا وتنزانيا وكينيا. ويتضمن الملف المشترك بين نيجيريا والبنين 11 ملعبا لاستضافة كان 2027. ويشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيصوت غدا الأربعاء خلال اجتماعه في العاصمة المصرية القاهرة على مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و27. وبهذا فقد صار الاتحاد البنيني والاتحاد النيجيري على طريق الجزائر، والذي قررت رسميا الانسحاب من نسختي 2025 و2027. وبهذا قد تطورت الكاف في قضايا فساد. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.